اخ بس اخ والله ما نعرف ما نعرف شو مصير هالعيد والله ما نعرف ودوك الحاري ما نعرف وش تسوي اه والله هدي يا ابو صقر هدي شو مالك يا زلمه هدي هدي اسمعي لا ضل تقول هدي بقول لك هات شيل هم العيل هسه بقلب الدار فوق انا تحتاني يا ابو صقر هدي قول الحمد لله ابننا شاطر لا لا اسمعي لا ضل تقول كلمه شاطر اصلا ما خرب بيت العيل غير انت ظهرك شاطر شاطر قضاها تسعينات من هو اول ابتدائي هو تسعينات اخ بس اخ اها قول هيك لا تكون انت خايف عليه من العين يا ابو صقر وش السواليف اللي بيسول فيها قال خايف عليه من العين رد علي جاي انا خايف على العيل يبدع في التوجيه خايف يجيب معدل منعول الوالدين ويطلع مهندس ويقضيها بدون شغل يلا يما الله يرضى عليك نام عشان تروح شغلك بكير لانه الباص باخذك 5 الصبح اخ اخ شايف يا ابو صقر صقر نام وهو زعلان مش عاجبه الشغل وايش نسوي وايش نسوي يا ام صقر حطينا دم قلبنا عليه مشان نسوي مهندس والساعة قاعد بيشتغل كنترول شو بدنا نسوي الله يفرجها زرقة 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 أوتستراد زرقة 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 أوتستراد أوتستراد الزرقة أوتستراد الزرقة زرقة زرقة هي ويلي عليك يا ابني يا صقر شفت شفت يا ابو صقر ما صار الأسبوع بهالشغلة وكل ليلة بهالوس من التعب زرقة زرقة أوتستراد زرقة أم صقر وين قمتي وين رايحة بدي اطلع عليه وين رايحة يعني دشلي أنا عارف والله ما أنا عارف وش نسوي يا أم صقر عبين ما يتعب الباص بشكت لحاله